كان يا مكان بقديم الزمان أميرة حلوة ما كتير حلوة الأميرة درة من برج العالي طلت وعلى الطلاب واحد واحد دلت وبقلبها ولا شي خلت قالت كلمتها المرة ورعبت الطلاب كمان مرة قولي عني ما تقول صوب كم صعب الوصول واللي ما يطول العنب حامضاً عنه يقول الليلة مش رح تاكلوا عنب الليلة رح تدوقوا الخل مين قدي كل أسبوع ببرج الأسبوع الماضي كنت ببرج الياباني والليلة كمان مرة من العالي فوق 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 درة تخطت المعقول وتخويفها للطلاب ما عاد مقبول الكل ناطر شو بدها تقول مين الليلة رح يطلع صوبي شو يا مروان يا حلوي شعرك داري بخاف عليكي لا تنسي مطولي شعري كرمالك ما كنت عرفتك هالقد رومانسي يخرب ذوقك وين كنت مخبى بس ما في نصيب بيني وبينك حكيين فيي من زمان ما بقى مطول تيجي يخدني لعنده أنا الحلوة شو يا محمد كنت فرحان أنت ودينا بحضور والدتكم بالأكاديمية أكلت أكل طيب من إيديهم الليلة أنا عازمتك أنت ودينا لعندي عندي هون بالقصر فراخ وملوخية وبشمال نسيم مبسوط بالشجرة إيه والله رح علقك بالمقلوبة عليا الليلة إيهاب فينا نكون بي اف اف أنا وياك بيست فريند فور ايفر تلميحات تعليقات يا حرام على الطلاب اللي ما حدا بيسلم منهم من درة حنان كيف كانت باريس؟ اتسليتي؟ سألوكي بباريس عني؟ سألوكي إذا بتعرفيني أنا كتير مشهورة بباريس كانت إديت بياف صديقتي نو غيان دو غيان وبالنهاية اتنين كانوا هني الهدف أول نومينيل ليلى أنيس درة أنا نومينيل وبهذه المرحلة من البرنامج واو زيد مع ما بين ثانك يو درة تاني نومينيل ليلى اللي بيعرف بيربح معنا رحلة كاملة بالمصاريف وان واي تيكت وان واي تيكت وان واي تيكت وزنون تاني نومينيل ليلى ما بين انا نومينيل وصلنا لمرحلة كتير صار صعب الخيار انه بين مين رح يطلع نومينيل وهيك وكل جمعة رح تكون اصعب من الجمعة وخاصة هالجمعة وأنا بعتبر إنه على الحالتين إذا أنا أم هو فل يعني كمان خسارة على الحالتين كمان كل ما في طلاب بالأكاديمية درة رح تبقى هي هي والأسبوع الجاي درة محضرة العيدية ما حدا فوق راسه خيمة كلكم فوق راسكن درة الغلطة هلأ بتكلف غالي واللبيب من الإشارة يفهمه